انا بدي احكي، انا بدي احكي يا اخي، بدي احكي اللي شفته. بس انا بني ادم حضرته مباراه كامله، بدي احكي يا ولد. اول شوط معلم، لسه اول 3 دقائق. مانينيز سطح الطيز. اول 3 دقائق مانينيز سطح الطيز، جاب لك مانينيز جول كعب يا ولد، وباص من ابو صلاح. قلنا ايه ده ده ايفون 6 لسه اول يا ولد. 3 دقائق محمد صلاح ومانينيز، قلت ايه دلين الدخله ريال مدريد. ماشي يا معلم، شوي كمان كورتوا يا معلم مع محمد صلاح استعمل الكورتوا يا جدع، عاوز تترزع. وانه يا معلم كورتوا اعطى طبره محمد صلاح، اجي جول. قلنا خلص يعني، خلص يعني كرة قدم يا زلمة، خلونا يعني نحضر كرة قدم، ما بنحضر كرة دعارة. أي فريق بوكل 2-0 من الشوط الأول، خلاص انتهت، انتهت يا بني آدم، خلاص انتهت. مش ضروري تطول الفيلم ولا يا معلم تعمل لي يا معلم أجواء أدفنجرز وأجواء يا معلم مارفلز وأجواء يا معلم سبايدر مان وباتمان وسوبرمان. خلاص أي فريق بوكل أول ربع ساعة قول انتهت، انتهت يا كرة القدم اللي شلوكة، انتهت انتهت مشان الله انتهت. فجأة يا معلم ريال مدريد ميت، ولا واحد عارف قبلة صرمه من ريال مدريد الشوط الأول غير لاعب واحد، مين هو؟ أنا بحكي الحق، ولا يا معلم أنا متأكد من إيش بحكي، حلو؟ ولا واحد من لعيبة ريال مدريد عارف قبلة صرمه غير لاعب واحد، فينيسيوس ما شاء الله، فينيسيوس يا معلم، لا 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 كذب، برعاية أقوى لاعب أريد، لا يا فينيسيوس، اليوم يا معلم فينيسيوس، رونالدينيو، أفتيز روبرتو كارلوس، افتيز يا معلم كافو، وبتيز يا معلم ريبالدو، وبتيز يا معلم بيليه، باكج برازيليين اللي طول عمره، اللي طول عمره ابو فلاح يا اخوان، طول عمره ما بيعرف يشوت من بعيد يا اخوان، وكل 70 شوطه بتيجي معاه صح يا اخوان وحظ. اليوم شاف شوطه من بعيد ولدي يا ولد، ترميم مغناطيسي. انا قلت يا زلمه والله لو شوت من هذا بكره الصبح ما حيجيب. انا يا زلمه انصدمت، لا اقول والله انصدمت، انا قلت يا زلمه احنا وين كوكب نميك ولا كوكب خرا يا زلمه، هذا من متى بيعرف يشوت زيك؟ هذا قدام الجول يا زلمه قبل فتره، امه كانت ترند، كان يضيع قدام الجول يا زلمه، يترجوه ترجي المدريديه، يجيب قدام الجول ما يجيب الجول، صار يجيب شوت زيك. يعني انا مش عارف كل السيناريوهات الخرا وكل السيناريوهات الزفت بتصير من الابطال يا زلمه مره واحده، هذا البني ادم يا زلمه يعرف يشوت من بعيد. قلنا ليس، قلنا 2-1، قلنا 2-1 يا سيدي العزيز. أجالك أليسون بس شاطر يعمل لي شوار، وإنه إيش معلم أنا ملازم أول، أنا عقيد، لو أمسكك أنيق وجهك يا أليسون يا ابن العايبة. فش كل مباراة لريال مدريد في الأبطال إلا ما الحارس يغلط، بتحس خلاص خاوي الحارس بده يغلط، ما مش عارف يعني، نفسي أشوف حارس ما يغلط ضد مدريد يا إخوان. يعني بتحس حراس يا معلم، حراس دعارة اللي ضد ريال مدريد، بتحس الحراس اللي ضد ريال مدريد في دوري الابطال حراس حماير، خلاص لازم 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 من الموسم الماضي والحراس بغلطوا يا اخوان قدام مدريد يا زلمه. طبعا اعطيني بالغلط، حارس ما يغلط يا اخي، في حراس ما بغلطوا، في حراس بيعرفوا يباصوا يا اخي، في حراس خلاص خلاص كلها يا معلم، كل الحراس اللي ضد مدريد قدام الابطال ما بتعرف تصد. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. وانتهت انتهت المباراه في الشوط الاول، فريق ليفربول ضد فينيسيوس بالتعادل 2-2. الله اجولك اجول خلاص، بديش اكثر حكي، بدي احكي الحق. الشوط الاول اول 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 كلمه حق اللي بدي اسولفها، الشوط الاول احمد ربك يا مدريد انك تعادلت، والله العظيم ما انت داري عن الله وين حاطك، كيف تعادل مدريد الشوط الاول انا ماني داري. ليفربول اكتسح الشوط الاول اكتساح، ليفربول استحق التقدم بالشوط الاول، ف اعتبروها حظ اعتبروها سليك. المهم لا يستحق التعادل الشوط الاول، ليفربول هو اللي يستحق انه يكون متقدم في النتيجه. الشوط الثاني ليفربول يا معلم تفضل تفضل يا مدريد، سلم طاقته طوالي يا زلمه ابن العايبه، ليفربول سلم شرفه، سلم كل شيء ابن الشرموحه، يلعن تعريس اختي نادي ابن عايبه، سلم لا تتكلم مغمز لي بعينك. الشوط الثاني يا زلمه داخل ميت، لا فارقه مع اخته الانفيلد يا اخوان الشرموطه يا ليفربول، بس اسود علينا يا اولاد العايبه، اسود يا زلمه. نفسي العب مع فريق يا زلمه ميت دائما يا زلمه، الافريقي اللي ضد برشلونه يا معلم بتكون بعز مستواها، ليفربول لما يا معلم تكرفتنا قدامه كان بعز مستواها، اليونايتد
لعبنا معاه الخميس الماضي يا سيدي العزيز بعز مستواه، كان مع رونالدو يا معلم عباره عن مذو نادي ولا له دخل في كره القدم. فجاه يا معلم لما قرب يلعب مع برشلونه بعز مستواه مركز ثاني، ليفربول مع ريال مدريد مركز تاسع، الكل طبس عليه، الكل علم عليه يا معلم، افتح يا معلم اخرته بتلاقي صدى صدى الملاعب من كثر ما تكفكف. دخل الشوط الثاني يا ولد ليفربول ريال مدريد يا معلم يعني اصول يا معلم الشباب لبست كراسين وزيتت حالها ونزلت يا معلم على الداح، نزلت على ليفربول. انا مش عيب على عيب على مدريد انها بس جابت ثلاث اجوال الشوط الثاني. زقهم سبعه هذول يا زلمه، سته يا زلمه دفاع يا زلمه، فان دايك هذا فان دايك يا زلمه ولا اخته اللي بتلعب اليوم هذا فان دايك ولا يا زلمه شو اسمه ولا يا معلم ارنولد الكسندر وروبرتسون شو شرميط على الاظهره ولا ايش يا اخوان؟ بس معلم عاملين لي اشارات يا معلم كيرلي ونزل لي اياها يا معلم وبهز لي فين؟ شو الدفاع هذا؟ اخر دفاع اشوفه بحياتي اخوان ليفربول والله العظيم. بنزيما يا زلمه الشوط الاول اقسم بالله ما حد تاري عنه يا زلمه، الشوط الثاني يا زلمه تقول يا زلمه اكل مسبحه اذا هو بفطر مسابح ولا بفطر ايش يا زلمه؟ الشوط الاول ابو كل مدريد ميت يا اخوان، الشوط الثاني يا زلمه ابو ابراهيم يا معلم شكله يا سيدي العزيز حطوا مسبحه في طيبه قلبه اشتغل، ما بدري شو صار يا اخوان. قصد نص الاردن يا زلمه على الجول الاخير يا زلمه. حتى طب سؤال ليش على راس وعيني انا بقول لك الشوط الاول، انا قلت لك الشوط الاول ليفربول يا معلم ما كان يستحق التعادل، كان يستحق انه يتقدم، والشوط الثاني اكتساح مدريدي، قلت الحق اوكي؟ طب بس سؤال، ممكن سؤال شو هالجمال؟ سؤال ليش دائما الاقوال الطيز الاقوال الخرا دائما بشوفها بتيجي لمدريد؟ هسا اخوي عامر اللي بيشاهدني بيقول ويا الاقوال الخرا واين هي؟ ماذا تقول وتهلفز علينا بكلام؟ بدي اقول عن قول واحد اللي لما المعلم خبطت برجل المدافع ويا معلم قلب زي السمكه اليسون وراحت جول، لازم هاي الاقوال بس تكون للريال مدريد. طب نفسي اشوف فريق بدوري الابطال يجيب زي هيك اقوال، تخبط مدافع ترجع يصير في لاق بالحارس، حسيت حالي بلعب فيفا. الحارس صار معاه لاق، الطابه دقرت مشت لفت يعني ما في اهداف عكسيه بتيجي غير مدريد في البطوله انا حاسس. استغفر الله العظيم. فالف مبروك لمدريد صراحه. هسه انا متاكد ان معظمكم شخصيه البطل شخصيه الاسد، حقك صاحبي حقك الشرعي ما نقدر نسولف معاك، فايز خمسه